مجاوب. ارحب ماكم النابون. هلا ارحب يا خال. جرونا لا بشرك كل حاجه الحين بكون ابشر. الله يسعدكم. انطباعك على المهرجان والاجواء اللي فيه؟ الله يبيض وجه القايمين عليه. انا شيء ما توقعنا بس في تطور ما لاحظناه ولا درينا به في حصل في ذا المكان شيء مثل هذا. الله يبيض وجههم ولا يهينهم ونامل منهم بعد المزيد والمزيد. مع انهم حطوا لنا شيء ما علمنا به، لكن منهم نرجي من الله الخير ومنهم، لانهم من كل علم طيب قريب. كل سنه انت تطول باذن الله، وان شاء الله بيجعلون سيوس الايام الجايه باذن الله. مساك الله بالخير. بالنور يا مرحبا. الله يعافيك. طيب. طول عمرك. ودي اجيب لي مارك هرقه شوي ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يعطيك الحين بنحول. عساك طول عمرك. الله يسلمك. انطباعك على المهرجان؟ انطباع والله كل سنه احسن من اللي قبلها، وكل جديد ما شاء الله تبارك الرحمن، واجواء طيبه وعلم طيبه ومطر. وفي تطور. وفي تطور وفي رجاء ربي سبحانه. طيب انتم مشجعين ولا جايين مشاهدين؟ مشجعين ومشاهدين و العيون. الله الله مع الجميع. طيب الله يبارك. وجهك وجهك مستانس اذا المهرجان؟ مستانس الحمد لله. وفالها؟ فالها. انت من الناس اللي ياكلون برجر مايونيز وكل شيء؟ لا صدق؟ لا انا اكلها عادي. لا والله ما اكلها. وش تاكل؟ وش وجبتك؟ ارز كبشه. ايه تيوس تاكل؟ طيب واصل على ان شاء الله وراح تراجع الحبيب قريب. لا انت لا انت الله يسعد. انت قريب انقلب راسك مع قثه. اذكر الله ما عندنا فرق. الله يجزاك. هم الراس كل ما له يدخل الراس كده كبش. الله يعطيك العافيه. امي اسمع انت اقرا ولا شيء؟ اقرا نعم اقرا. والله يا اخوي اقرا وامسدوا اوسوس ما يجيك خراب ان شاء الله. يبارك مشعاب باقي خضر. خيرنا امنعنا من الطالب وتسلم. يا رب يطول اعمارك. كيف حالكم؟ طيبين؟ يلا حيهم. وش اسمك؟ سعد. فهد؟ سعد. ونعم يا سعد، كيف حالك؟ طيب. طيب وش اسمك؟ فيصل. مستانسين ومرتاحين؟ مبسوطين؟ مبسوطين. ها في دبابات في شيء؟ في دباب يا صغير؟ لا. الا قله. قله قله قله. ما في؟ اجل ابوكم ما وداكم. وداكم؟ لا والله. تعال يا شايب تعال يا شايب. افا يا شايب. يلا حيك كيف الحال؟ ساكتين؟ ليه ما مشيتهم؟ لا والله مشيناهم بس ما يملى عينهم شيهم. والله اكيد ما... وداكم علبل؟ قولي خلاص اجل صدق. الله يعطيك العافيه. لا انت الله يسعدك. يلا نشوفكم في لقاء بكره باذن الله.